زار عدد من وجهات ومشائخ الحجرية أسرة محمد علي الحرق في مدينة تعز التي تعرض أفراد منها للتصفية الجسدية والتشريد من قبل عصابة مسلحة ينتمي أفرادها لمحور تعز العسكرية بهدف الاطمئنان على الأسرة وتقديم واجب العزاء بعد تعرضها لاعتداءات وجرائم بشعة. وشدد مشائخ من الحجرية على تسليم القتلى ومحاسبة المتورطين من القيادات الأمنية والعسكرية، وعبروا عن رفضهم لكل المظالم والانتهاكات التي تحدث في تعز وما يجري داخل المؤسسة العسكرية، مطالبين بتصحيح المؤسستين العسكرية والأمنية ومحاسبة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة فيما حصل لأسرة الحرق وكل الجرائم التي تحصل في تعز. جريمة شنعة ترفضها كل شرائع السماء والأرض، وترفضها كل شرائع حقوق الإنسان، وكل الجرائم المشابهة لها التي تجري في تعز من قبل عصابة مسلحة تحتمي مؤسسة الجيش والأمن، وكل من يتسبب في هذا ومن وراء هذه الأسباب والجرائم الذي كثيرة مشابهة لها. كمشايخ نحن نرفض هذه الأعمال الغير إخلاقية والغير إنسانية الخارجة عن العادات والتقاليد والأعراف القبلية وأيضا القيم. جينا ممثلين بوجهاء وشيخ الحجرية والقطاع العسكري بالحجرية لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الحرق وما وقع لهم من جريمة شنعاء من قبل ميليشيات خارجة عن النظام والقانون. طبعا جريمة متكاملة الأركان في جميع الأعراف والأسلاف، وهي خارجة عن عادات وتقاليد الشعب اليمني. فاحنا نشد وندعو ونشد على ايدي القوات المسلحه ممثلا بالجيش الوطني والامن ان يقوموا بواجبهم دون تلكؤ، دون تحيز لاي طرف من الاطراف من اي منطقه يكونون هؤلاء القتله. يجب ان يسلموا وان ياخذوا جزاؤهم العادل والرادع حتى يكون عبره لمن اعتبر وحتى لا تكرر مثل هذه الجرائم. اضافه الى ان نطالب ايضا بقيه كل القتله، كل المجرمين، كل الميليشيات المنفلته يجب ان تضبط. نحن مع النظام والقانون، نحن مع ارساء مذاميك الدوله. حضرت للتضامن مع هذه الاسره المنكوبه وللاطمئنا عليها وتطمينها باننا سنكون سندا لها بالطرق القانونيه والضغط الشعبي حتى تنتصر لقضيتها العادلة. ونتمنى من السلطات الأمنية والعسكرية في المحافظة أن تقوم بدورها المناط بها وتقبض على القتلة والمجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة الشنعاء.